السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكة خاصة. بنقول لكم مساء الأنوار عليكم مشاهدين سودانية 24، ومعانا الدكتورة نفيسة أخصائية التغذية. مرحب بك يا دكتورة. مرحب بك شيف محمد، ومساء الخير على كل مشاهدين نكة خاصة. زي ما شفنا أطباق متنوعة وجديدة، نتمنى هي تنال إعجابكم، ونتمنى برضو أنكم تكونوا متابعين معانا وتتواصلوا معانا على رقم تحليلكم أسفل الشاشة. ان شاء الله زي ما عودنا اعزائنا مشاهدينا دكتوره دايما بنعمل لهم اطباق جديده فيها افكار مختلفه شويه. النهارده عاملين مع بعض صينيه الدجاج. طبعا ممكن تكون سهله ان اي ست بيت تعملها، بس ازاي في طريقه تتبيل معينه بتطلع لك نكهه خاصه للدجاج مع صينيه البطاطس والخضروات. هنعملها مع بعض النهارده، وهنعمل كمان رول البطاطس على البارد، يعتبر برده زي كيكه او سويس رول، او ممكن حاجه وجبه شهيه جدا للاطفال بالذات عشان هم بيحبوا الهوت دوج كتير. فاحنا ممكن نقدمها لهم مع مكونات تانية من الجبنه والبطاطس والمكونات المختلفه تفيديهم بيها اكتر، وده اللي هنشوفه مع بعض النهارده خلال الحلقه. وهنعمل كمان كيكه الصميد بالشوكولاته، من الكيكات السهله الظريفه جدا، برده قريبه من البسبوسه وكيك الشوكولاته، حاجه من الاثنين بس ما فيهاش دقيق خالص. النهارده هنعملها مع الصميد اللي هو السامولينا. دي ان شاء الله هتكون اطباق اليوم. خلونا نشوف مع بعض مكونات اول طبق، صينيه الدجاج بالبطاطس، ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه بعد ما شفنا طبعا المكونات. شايفين المكونات كتيره جدا يا جماعه، لكن هي بسيطه جدا جدا. اغلبيه الحاجات اللي موجوده فيها عباره عن خضروات، وبتتقدم مع ايه، والتتبيله نفسها بتاعت التوابل اللي احنا ممكن نحطها عليه. طبعا ناس كتير بتشتكي ان الدجاج بيطلع منهم في الصواني بالذات بيكون منهم ناشف، او لازم يحطوا له شويه شوربه شويه ميه عشان يطلع معاهم لين اللحم نفسه. من الحاجات اللي بتلين اللحم يا جماعه، من اللحمه او الدجاج اللي انت بتحطي معاها زبادي. الزبادي بيدي تليين للانسجه بتاعت اللحوم، فبيخليها لينه معاكي طول الوقت. حتى لو قعدت في الفرن فتره طويله بتتشرب الليونه بتاعت الزبادي، وبتبقى اللحوم نفسها او الانسجه نفسها لينه شويه. تمام، دي برضو معلومه لازم تعرفوها. لكن البهارات كلها في التشكيله بتاعت الطبق بتاع النهارده، هنحط مع بعض كاتشب، صويا صوص، هنحط كاري باودر، هنحط قرفه، جنزبيل، هنحط حبهان، شطه خضراء، ثوم، كل الحاجات دي كلها هنضيفها مع بعض. في ناس بتحب كمان تحط الجبن المبشوره تضيفيها عليها. هنعمل مع بعض هنا التتبيله مع بعض الاول، وطبعا هنكون غسلين الدجاج غسله كويسه جدا زي ما اتعودنا، طبعا مع الخل والملح مره واثنين وثلاثه. ولو حبيتي تنقعي شويه في الميه مفيش مشكله، لحد ما تجهزي بقيه حاجاتك بتكون افضل كمان. تمام، هنعمل مع بعض شويه ثوم مفروم كده. ممكن على فكره كل الخلطه ديت تخلطيها مع بعض في الخلاط. تمام، يعني ممكن عشان تكون معاكي ناعمه تخلطي كل المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط، او ممكن تعمليها باليد وكده عشان الناس برده ما تستصعبش الامر وتفكر ان النكهه ممكن تختلف. بالعكس، هي طبعا لما بتكون مخلوطه بتكون ناعمه مش باين فيها اي مجموعه من البهارات. لكن برده يا شيف دايما بيقول انه الثوم كل ما يكون انه هو مقطع شرايح او مقطع، عكس تماما لما نكون مخلوط لنا بنكون نستفيد اكثر من المواد الموجوده فيه، اللي هي اصلا بتساعدنا في السلامه بتاعه القلب، بتقينا من تصلب الشرايين، وبتساعدنا برده للناس اللي هي بتعاني من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم. تمام دكتوره، ضفنا مع بعض هنا الثوم. تمام، هنضيف مع بعض كاتشب بسيطه كده، حتى لو عندك طماطم مضروبه ممكن بس حاجه بسيطه، معلقتين مثلا، مش لازم كاتشب يا جماعه. او نعمل مع بعض بودره ثوم وبصل، ثوم كده، ثوم وبصل وصويا صوص، ونضيف مع بعض شويه كاري صغيرين، شويه جوزة الطيب وقرفه،
ونضيف شوية بابريكا بالشكل ده. كل الحاجات دي بتساعدك طبعا على اللون. ونضيف الفلفل الأسود والشطة، جنزبيل، الحاجات المهمة جدا اللي بتشيلك برضو الزفارة بتاعت الدجاج، شطة. نضيف مع بعض شوية جنزبيل صغيرين. شايفين هي مجموعة من البهارات يا جماعة، احنا بنعمل لها ميكس مع بعض، شوية كزبرة كمان وشوية فلفل أسود كده بالشكل ده، فلفل أسود. كل دي تشكيلة من البهارات. هنضيف مع بعض كمان الملح آخر حاجة، وما نزودوش كتير عشان طبعا الزبادي برضو بيكون فيه نسبة ملح، والبهارات كمان كتيرة، فهي بتدي طبعا ان في تطعيم اكتر من الملح. تمام، يبقى ملح، فلفل اسود، بابريكا، جنزبيل، حبهان، قرنفل. حبيت تضيفي بابريكا او شطه حاميه مفيش مشكله، شطه خضراء ممكن تضيفي، يعني ممكن نحطها كده برضو مع التتبيله. واخر حاجه طبعا يا جماعه، عشان بس الصلصه او البهارات الكتيره دي بتعمل لك حموضه كتير، فبنضيف معاهم معلقه من السكر. كل دي بنخلطها كده مع بعض، يبقى دي مجموعه البهارات اللي احنا ضفناها، بالاضافه زي ما اتفقنا معلقه صلصه او معلقه كاتشب مع صويا صوص. تمام، هنضيف اخر حاجه مع بعض الزبادي كده بالشكل ده، ونقلب كل المكونات دي كلها مع بعض. ميزه الطبق ده يا دكتوره او الصينيه بتاعت الدجاج دي، ان انت ما بتضيفلهاش كميه ميه كتيره، بتعتمدي اكتر شيء على نسبه السوائل اللي بتنزل من الدجاج والخضروات والبطاطس. بالاضافه كمان البهارات دي بتنزل اكتر كميه التطعيم اكتر في الخضروات نفسها، يعني مش محتاجه ان انت تطعمي كل حاجه لوحدها كده بالشكل ده. شايفين تبقى زي العجينه كده بس خفيفه شويه، وده طبعا لما بتخلطيها في الخلاط حسيتي قوامها تقيل شويه ممكن تخفيها بشويه ميه. تمام كده بالشكل ده، تقلبيها كويس، مزيج كله من التوابل والشطه والثوم والصويا صوص والكاتشب بالشكل ده كده. تمام، دي الخلطه نفسها يا جماعه اللي احنا هنطعم بيها الدجاج. نيجي بقى للمكون اللي احنا هنرص فيه الصينيه كده بالشكل ده. هنحط مع بعض الصينيه كده، ونصفي مع بعض البطاطس من الميه، دايما بتقطعيها طبعا تحطيها في ميه عشان ما تتفاعلش مع الجو، تبقى بالشكل ده كده. دي البطاطس، وتكوني مقطعه كمان شرايح من البصل كده بالشكل ده، تضيفيها عليها، ونضيف فلفل توزعيه برده، تخلي طبعا جزء بسيط عشان انت هتحطي برده على وش الدجاج من فوق كده بالشكل ده، تطعمي فوق وتحت بالشكل ده كده. وبعدين نرص مع بعض الدجاج، ممكن تطعميه التطعيم كامل او ممكن تحطيه على وش التتبيله بس، التتبيله تبقى على وش الدجاج كده عشان تديكي شكل احسن كمان كده بالشكل ده كده. رص الدجاج دايما، وتخلي كمان الجزء لو الناس بتحب تستغنى عن الجلد تستغنى عنه، او ممكن بس تخلي الجلد كده على الوش عشان ياخد اللون معاكي الاحمر، بيبقى سهل في التحمير اكتر كده بالشكل ده. رصيتي كل الدجاج، نبتدي نحط بقى مع بعض التتبيله بالشكل ده كده. نبتدي نضيف التتبيله، طبعا هي بتسيح في الفرن وبتنزل كل ده بيطعم معاكي الخضروات كده بالشكل ده. زي ما احنا شايفين تدهنيها كويس كده عشان تتطعم معاكي، وكل ده طبعا بينزل نسبه ميه فبتتبخر، بتطعم لك اي جزء مخفي من جوه الدجاج نفسه كده بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كل جزء بتحاولي تغطيه على قد ما تقدري بالتتبيله. في ناس بتحب تنقعها في التتبيله نفسها او تقلبها فيها وبعدين تضيفها، برده الطريقتين صح. تمام كده بالشكل ده. بعد كده ممكن تضيفي طبعا بقيه الخضروات عشان تدي برده معاكي شكل وتزين معاكي الصينيه. دايما من الانواع ديت بالذات من صواني الدجاج بيتقدم معاها رز بالكاري او مكرونه. تمام، ترشي كده شويه بهارات، ممكن تحطي فلفل مبشور، تحطي حلقات زي كده، اي شكل انت بتحبيه ممكن تضيفيه عليها. تمام كده بالشكل ده، وتوزعي فيه الجزء الاخير من الفلفل. يا صراحه من الحياه بتكون مقبله الناس تاخد لنا الصينيه. تمام يا دكتوره كده، ممكن تضيفي معاها شويه زيت كده خفيفه عشان تديكي لمعه مع الخضار، وفي نفس الوقت تديكي لمعه مع الصوص نفسه اللي انت عاملاه، لان احنا طبعا ما ضفناش اي ماده دهنيه فيها من البدايه. هنعتمد اكتر الشيء على الدهون اللي موجوده جوه اللحوم نفسها. وكده انتهينا مع بعض من صينيه الدجاج. زي ما احنا شايفين كده شكلها النهائي بيكون بالشكل ده. التطعيم زي ما احنا شايفين ما فيهاش اي نسبه ميه يا جماعه من الجنب من هنا،
كل ده هينزل مع بعض دلوقتي ميه من الخضروات ومن الدجاج من الصوص اللي انت حطيتيه، وهتبتدي تتحمر مع بعض وتبقى حاجه ني في ني، شكلها جميل جدا وتطعيمها ممتاز ان شاء الله مع مجموعه البهارات اللي انت عملتيها. هندخلها مع بعض الفرن دلوقتي. هي جميله جدا، يعني حتى اول حاجه بالنسبه لي احنا استخدمنا الخضار بالتقاطيع الموجوده فيها، او اذا كانت بطاطس بقطع كبيره كل ما بقول لكم الخضار تقطع احجام كبيره بنكون استفدنا من القيمه الغذائيه الموجوده فيه، الفلفل الاخضر، اذا كان البصل والبصل برضه تقطع باحجام كبيره بنستفيد، بدينا الجهاز المناعي بتاعنا بالنسبه للقيمه الغذائيه الموجوده فيه، بيحتوي لنا على نسبه بتاعت بروتين وبرضه بيحتوي لنا على نسبه بتاعت دهون، بيحتوي لنا على نسبه بتاعت كربوهيدرات، كل الحاجات دي مكونه في الخضروات بنكون استفدنا اكثر بالطريقه بتاعت الطبيب بتاعته عملناه بالفرن، بنكون نستفيد من القيمه الغذائيه الموجوده فيه. واهم حاجه انه احنا نكون اذا الناس اللي هي بتكون بتعاني من مشاكل القلب، اذا كان عندها مشكله في الدهون في الكوليسترول، بنقول لكم دائما استخدموا الفراخ من غير الجلده بتاعته، بتاخذ زمن قليل في الفرن ما زمن كثير جدا، واهم حاجه انه بتطبخ لنا بنفس الكميه بتاعت المويه بتطلع لنا من الخضار احنا بنكون استفدنا منها، لا ما بنزيد فيه كميه بتاعت مويه كثير، بكون الخضار داب معانا بكون ما استفدنا من قيمته، لا بنستفيد من القيمه الموجوده فيه باي نوع خضار. إذا كان كل أنواع طبخنا طبخناها بنفس الطريقة إن هي كانت بالفرن بنكون استفدنا استفادية كاملة جدا من الفيتامينات الموجودة لنا في الخضروات. سلامة دكتورة. طبعا احنا شفنا مع بعض الطبق وشفنا القيمة الغذائية الجميلة اللي ليه، وطبعا بنهتم جدا يا جماعة من النواحي الصحية واحنا بنقدم لكم أي طبق عشان تستفادوا أكتر من القيمة الغذائية اللي موجودة فيه بطريقة صحية، بعيد عن الدهون، بعيد عن الزيوت، بعيد عن الحاجات الكتيرة، بنحاول دايما نقدم لكم. وده الطبق التاني طبعا اللي احنا هنقدمه برضو يعتبر بنفس الطريقة، حاجة ني في ني برضو بس شكلها جميل، هتبقى حاجة مبهرة شوية لأطفالك أو للسفرة بتاعتك، أو تعمليها زي مراية باردة بتتحط على السفرة بتاعتك في البوفيهات في الحاجات دي كلها، كلها أفكار بسيطة لكن بتديكي شكل جمالي ممتاز. هنشوف مع بعض الرول بتاع البطاطس مع الهوت دوج، نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مرة تانية. رجعنا مع حضراتكم مره تانية، وزي ما شفنا مع بعض المكونات سهله وبسيطه جدا يا جماعه. بنجيب البطاطس طبعا نسلقها بقشرها سلقه كويسه جدا عشان تبقى سهله في الدهان او الهرس معاكي تكون مهروسه كويس جدا، وبعد كده تروحي عاملاها بالشكل ده. حبيتي طبعا انت بدت منك وحطيتها في الثلاجه مثلا وعاوزه تعمليها في وقت متاخر تاني، تسخني لها شويه زبده صغيرين او معلقه سمنه او شويه حليب دافي صغيرين وتبتدي تخفيهم تاني عشان تلين معاكي، لان طبعا بتكون دخلت البروده وتكون مسكت شويه. تمام، فاحنا عاوزينها كده بالقوام ده، وطبعا من الافضل ان انت تعمليها وهي سخنه تهرسيها بسرعه وتغطيها مثلا بالبلاستيك عشان تفضل معاكي لينه وسهله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، دي من الاصناف يا جماعه اللي ممكن تعمليها بعد الحشو اللي احنا هنعمله، هتعمليها رول تبقى على البارد، او ممكن تعمليها بانيه كمان وتنزليها في الزيت عشان حتى لما تيجي تقطعيها هتطلع معاكي دايره الهوت دوج معاها الجبنه او البقدونس مع لون البطاطس نفسه، كل دي اربع مراحل مع الرول وهي بتلفيه بيظهر معاكي اربع الوان. فممكن تعمليها اصابع صغيره مع حجم الهوت دوج، او ممكن تعمليها رول زي ما احنا هنعمله دلوقتي، وممكن تعمليه برده بانيه دقيق وبيض وبقسماط وتحطيه في الثلاجه، برده الاطفال بتحب الحاجات الجميله دي. بس انت طبعا الفرق ان انت مش هتاكليهم الهوت دوج لوحده، هتاكليه معاهم جبنه بقدونس بهارات حلوه مع البطاطس المهروسه طبعا، وطبعا دي كلها هتكون تطعيم واحد، فبالتالي انت بتزيدي له القيمه الغذائيه بتاعته. تمام، هنبتدي نجيب مع بعض كده البطاطس ونهرسها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هنضيف لها شويه ملح بسيطه بالشكل ده كده،
تطعيم خفيف، لان هنعتمد طبعا ان الجبنه فيها نسبه ملح والدوج فيه نسبه ملح، فهنطعم تطعيم خفيف جدا. هنضيف مع بعض شويه فلفل كده، برده من الفلفل الاسود والجوز الطيب، من الاصناف الجميله جدا اللي بتظهر مع البطاطس وبتديها نكهه خاصه كمان. نقلب كده مع بعض، بس تطعيم خفيف جدا يا جماعه، لان الحاجات دي طبعا من الحاجات البارده اللي داخل فيها مكونات تانية فيها نسبه ملح، فهنبقى حريصين جدا في الموضوع ده، يعني ما نطعمش تطعيم كامل للبطاطس كده بالشكل ده. هتكوني طبعا مجهزه البلاستيك رول بتاعك، او تجهزي ورق القصدير وتبتدي تلفي فيه زي بالحجم والشكل اللي انت عاوزاه، تمام. لازم تكون كده يا جماعه خدت بروده كويسه وفي نفس الوقت لينه بالشكل ده، عشان تبقى معاكي قابله ان انت تقدري تفرديها وتحشيها الحشوه اللي انت عاوزاها، تمام. كده خلصنا مع بعض من البطاطس، هنجيب مع بعض كده الرول البلاستيك ونبتدي نعمل مع بعض. طبعا مع الفويل يا دكتوره بيكون افضل، ان بيكون ثابته، لو انت عملتيها سخنه الافضل انت تستعملي الفويل. انا حبيت بس اوريها لكم على البلاستيك عشان برضو الناس ما تستصعب الامور وتقول لك لا انا ما عندي فويل ما بقدر اعمل صنف زي ده، تمام. كده بالشكل ده كده تفرديها كويس، وبعد كده نبتدي نفرد مع بعض البطاطس كده، وتبتدي تفرديها كده رول خفيف. طبعا البطاطس وهي لينه كده يا جماعه بتتمسك مع بعض بسرعه، يعني انت تفردي على قد ما تقدري وبالسماكه اللي انت عاوزاها عشان تمسك معاك المكونات زي ما احنا شايفين كده، كده بالشكل ده. تعملها سماكه كويسه جدا عشان بعدين في التقطيع تظهر لك الحلقات بتاعت الحاجه نفسها اللي انت بتعمليها. هنحط مع بعض شويه بقدونس كده او كزبره خضراء بالشكل ده عشان تديكي برضو اللون الاخضر. ممكن نحط كمان مع بعض، حتى ممكن تحطي فلفل الوان مع العجنه نفسها، بس انا حبيت اوريك واحده ساده. وبعد كده نعمل مع بعض مثلا جبنه بالشكل ده مبشوره عشان تبقى سهله معاكي. شايفين يا جماعه حاجه سهله وبسيطه ممكن تكون بواقي عندك في الثلاجه ومش عارفه تعملي بيها ايه، فممكن تعمليها مع شويه بطاطس كده بتطلع ظريفه معاكي وشكلها جميل. بعد كده نجيب الهوت دوج بالشكل ده، تحطيه قطعه او قطعتين زي ما انت عاوزه. طبعا احنا هنا نعملها قطعه ونبتدي نعملها مع بعض كده بالشكل ده، قطعتين مثلا، تمام. هنقطع هنا الزياده من البلاستيك ونبتدي نلف مع بعض كده رول البلاستيك، نشيل لكم دي عشان تشوفوا اكتر كده. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه عملنا طبقه من البلاستيك، معاها البطاطس، بقدونس، ممكن تحط فلفل الوان، تحط شرايح جبن مفيش مشكله، او جبنه مبشوره زي كده، وبعد كده تحط الحشوه مع الهوت دوج. طبعا الطريقه دي يا جماعه بتنفع مع الدجاج، اللحمه، السمك، اي نوع انت عاوزاه، تمام. ممكن نستخدمه كمان مع الجبن، بس نبتدي نضغط عليها كده زي ما شايفين البلاستيك اهو في ايديا، وتبتدي تضغط عليها كده لحد ما تلف الرول، وبعد كده تمسكي البلاستيك كده مع بعض تقفليه كده بالشكل ده، تمام، عشان تطلع معاكي مفرغه من الهواء. تضغطي عليها كده بالشكل ده عشان تبقى معاكي رول، تمام، وتبتدي تلفيها كده بالشكل ده وانت بتضغطي، يعني وانت بتضغطي تلف كده الرول تطلع معاكي بالشكل ده كده، وتقفلي الاطراف معاكي واحده عكس الثانيه زي ما اتفقنا عشان تطلعي منها فراغات الهواء، تمام. كده يا جماعه بقت معاكي بطاطس جاهزه رول بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض. تعمليه طبعا تشكيله كبيره جدا من الالوان، احنا هنعمل واحده برضه بالالوان بره خارجيه مع الفلفل الالوان، يعني ده شكل وممكن نعمل شكل تاني منه هنشوفه مع بعض دلوقتي. نجيب تاني الرول البلاستيك ونعمل مع بعض الشكل التاني مع الفلفل الالوان مع نفس العجينه بتاعت البطاطس، بس هنضيف فلفل الوان مفروم بسيط كده ناعم، تمام، ونضيف شويه فلفل الوان كده صغيرين مع العجينه نفسها، ونقلبها كده عشان تديكي شكل جميل جدا مع البطاطس. الافكار كتيره جدا يا جماعه، ممكن الناس تحب تحط جبن، التشكيله من الجبن مع البطاطس دي نفسها، وفي نفس الوقت بتديكي شكل جمالي حلو جدا. عشان دي ممكن تكون من الافكار اللي هي الاطفال اللي بياخذوا لنا، ما بيحبوا البطاطس لكن في نفس الوقت ما بيحبوا نوع الخضروات اللي ممكن تنضاف لنا في الوجبات، ممكن تكون بالطريقه دي اي نوع بتاع خضار. اذا كان طفلك بيعاني مثلا من الانيميا ممكن نستفيد احنا نضيف معه، اذا كانت الفاصوليا الحمراء مع البطاطس، اذا كان برضه نوع ثاني من الانواع اللي بيحتوي لنا نسبه عاليه جدا من الحديد مع البطاطس، في نفس الوقت نكون كسبنا اديناه البطاطس اللي هو الوجبه اللي بحبها فضلناها له ودخلنا معها الخضار ممكن ياخذها. اذا كان طفلك بيعاني من نقص في مشاكل في العظام
العظام، في مشاكل في الاسنان، عنده مشكله في نقص في الكالسيوم برضه ممكن تكون. حتكون البطاطس مع نوع من انواع الجبنه دخلنا عليه، واذا كان هو ما بحب الجبنه انه ياخذها، حتى اذا كان طفلك النمو بتاعه قليل جدا وعنده مشكله في البروتين، ممكن تكون البطاطس مع نوع من انواع البروتين بيكون يستفيد، لانه احنا اديناه بروتين وفي نفس الوقت الوجبه اللي هو بفضلها اخذها في حاجه بحبزها، ما حاجه رافضين انه ياخذها. تمام دكتوره كده انتهينا مع بعض خلاص اهو. نعمل مع بعض برضو نفس الحركه اللي احنا عملناها مع نقطع البلاستيك كده ونبتدي نضغط ونشيل مع بعض الفراغ او الهواء اللي موجود في البطاطس نفسها بالشكل ده كده، نضغط ونلم معانا البلاستيك تاني. تمام. يعني تضغطي عليها عشان تفرغي الهواء، وتضغطي كمان مع الهوت دوج بالشكل ده كده بالشكل ده لحد ما تقفلي البطاطس على بعض. تمام. بتحتاج منك مجهود شويه في ان انت بتضغطي ماسكه طرف البلاستيك من هنا، وبعدين بتضغطي على كده من الجزء الثاني بالبلاستيك اللي في ايديكي، وانت بتسحبي البلاستيك ثاني عشان يفرغ معاك الهواء وفي نفس الوقت يتمسك البطاطس كميه البطاطس مع بعض. تمام. اخر حاجه بتجيبي الطرف ده اللي انت شلتيه من الاول كده تخليه جوه، وبعدين تضغطي على الرول كده تلفيه وتلفي معاكي لحد ما تظبطي الشكل اللي انت عاوزاه. طبعا البطاطس معاكي اللي هنا ممكن تعمليها بالشكل اللي انت عاوزاه، حتى ممكن تعمليها كمان في قوالب الكب كيك، قوالب الانجليش كيك وفورمه، وتبقى معاكي محشيه بافكار مختلفه جدا من الجبن والهوت دوج والاسماك اللحوم الدجاج كل حاجه. تمام. زي ما احنا شايفين كده، وده شكل برده مع الفلفل الالوان بيكون شكلها بالشكل ده كده، بنخليها برده تبرد شويه، وبعد كده ممكن تقطعيها طبعا لوجبات المدرسه، تقطعي لهم شريحه بسيطه بتشجعيهم اكتر على كميه الاكل اللي ممكن ياخدوها، بتكون كميه اكبر كمان وفيها اربع خمس انواع من البطاطس، الفلفل الالوان، البهارات، الجبن، الهوت دوج، كل حاجه. تمام كده خلصنا مع بعض رول البطاطس. فكرته بسيطه، ممكن تعمليها مع بعض مع الكب كيك، تعمليها في الانجليش كيك، تعمليها رولات صغيره وتعمليها على وجبه مثلا بسيطه لازم يخلصها في المدرسه، تعمليها له بالطريقه اللي انت عاوزاها بالحشوه اللي انت عاوزاها. كمان ممكن تعملي فرسه بتاعت دجاج، لحمه، سمك، خضروات، بس جبن مشكله، كل الحاجات دي بتتقبلها معاك النوع دوت من انواع البطاطس. تمام. سيبك دكتوره تكلمين بقى على القيمه الغذائيه. حاجه بسيطه ومكونات بسيطه وحاجه سهله، وبالنسبه للقيمه الغذائيه الموجوده فيها كبيره جدا، لانه احنا اول حاجه البطاطس الشيء بيستخدمه لنا بالقشره بتاعته الخارجيه، واهم حاجه انه القشره الخارجيه للبطاطس تحتوي على كل الغذائيه اللي احنا بنكون محتاجينها. البطاطس بتحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، لكن بتركز لنا بنسبه اكثر في القشره بتاعت البطاطس، لكن اهم حاجه احنا نكون ضامنين انه احنا غاسلينه نظيف تماما بعدك نجي نستخدمه. بيحتوي برضو على نسبه عاليه جدا من الالياف اللي بتساعدنا على عمليه الهضم. البطاطس مفيد جدا للناس اللي هي بتعاني من الانيميا، الناس اللي بتعاني من مشاكل ارتفاع ضغط الدم، وحتى الناس اللي بتعاني من مشاكل القلب ممكن نستخدمه لمرضى السكري، حتى بالطريقه اللي احنا عملناها دي في الطبق بتاعنا، لانه احنا سلقناه وقللنا الكميه بتاعت النشويات الموجوده لنا في البطاطس، لكن بس نكون حريصين تماما انه استخدمناه مع خضار، استخدمناه مع نوع من انواع البروتين اذا كان سمك او لحمه، لكن كميه الملح تكون بسيطه ما كثيره. الحاجه الثانيه مفيد برضه للاطفال في وجبات المدارس، مفيد للاطفال في مرحله النمو زي ما وريتكم، ممكن نستخدمه لكل الاستخدامات، اي طفل عنده نقص معين في فيتامين في النمو بتاعه ممكن احنا نتحكم في الحاجه دي، واذا كان في نوع من انواع اذا كان لحوم اذا كان فيتامينات ناقصه ممكن نعوضها بالفيتامينات اللي بتكون موجوده في انواع مختلفه من الخضروات. دكتور زي ما احنا شايفين كده ممكن تعملي برضو تشكيل العكس، تحطي الفلفل من الداخل مع تشكيله الجبنه كده، توزعيها مع الجبنه تبشريها طبعا او تحطيها شرايح. ممكن نعملها مع بعض دي رول واحد مثلا بالشكل ده كده، وتضغطي عليها برضو بنفس الطريقه، نقطع مع بعض برضو البلاستيك كده ونبتدي نلف الرول بتاعنا بنفس الطريقه اللي احنا شفناها بعد كده، عشان اطراف البطاطس يا جماعه تكون مع بعض. يعني تضغطي كده مع الحشوه عشان تكون ثابته في النص، وبعد كده تلفي مع بعض كده بالشكل ده البطاطس. زي ما انت شايفه انا ماسك الطرف ده وبنضغط من الطرف الثاني كده بالشكل ده كده، تضغطيها وطبعا كل ما بتطلعي منها فراغات الهواء بتتماسك مع بعض اكتر، فتبقى سهله معاكي في التقطيع. تمام. شايفين بتضغطي عليها كده البلاستيك خلاص بتكون اتماسك مع بعض، ونفس الطريقه يا جماعه بتنفع مع الفويل اللي هو الورق القصدير بالطريقه دي. تضغطي عليها واحده عكس الثانيه كده وتقفلي الرول بتاعك، وبعد كده ندخلها مع بعض الثلاجه تبرد شويه، وبعد كده نبتدي مع بعض عمليه التقطيع او التشكيل بتاعتها، ترصيها شكل التورته، ترصيها شكل السويس رول، تقطعيها قطع وتحطها له في اللانش بوكس بتاعه. كل دي افكار كتيره جدا بتنفع مع الهوت دوج والبطاطس، الحشوات المختلفه من الجبن. هنبتدي نعمل مع بعض كيكه جميله جدا مع السميد والشوكولاته، لكن هنستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا.
ورجعنا مع حضراتكم مره تانية، وبنقول لحضراتكم طبعا هنعمل مع بعض دلوقتي كيكه السميد بالشوكولاته. من الكيكات السهله البسيطه جدا يا جماعه، بنحاول نختار لكم حاجات بسيطه وسهله. النهارده عاملين مكون من الكيكه بدون دقيق، عاملينه مع كوبايه واحده من السامولينا. خلونا نشوف مع بعض المكونات ونعملها خطوه بخطوه مع بعض. رجعنا مع حضراتكم بعد ما شفنا طبعا المكونات بتاع كيكه السميد او السامولينا مع الشوكولاته. من الكيكات الجميله جدا يا جماعه، هنعملها النهارده بثلاث حبات من البيض، نكسرهم كده مع بعض. ممكن على فكره نفس المكونات دي تخلطيها مع بعض في الخلاط، والافضل كمان انت تعمليها كده باليدوي، عشان طبعا انت لما بتضيفي معاها السامولينا بتتمسك معاكي بسرعه، فالافضل ان انت هتشوفي قوامها دلوقتي معانا، الاخف ان انت تعمليها باليد. تمام، من الحاجات السهله البسيطه اللي ممكن اي طبعا حتى لو طفل صغير يا دكتوره دايما تعوديه ان هو يعمل حاجه زي دي ما يشارك معاكي في البيت، بيكون شكلها بالنسبه له مختلف، بتشجعيه على عمليه الاكل وبتشجعيه ان هو دايما بيطلب حاجه هو بيحبها معاكي يكون عملها بايديه. تمام، هنضيف ثلاث حبات بيض، معاهم كوبايه الا ربع سكر كده بالشكل ده، معاهم معلقه فانيليا، ونبتدي نخلط مع بعض كده بالمضرب او بمعلقه او بشوكه بشكل خفيف كده مع بعض. تمام، زي ما شايفين كده تدوبي السكر مع البيض والفانيليا بالشكل ده، تقلبيها كويس جدا، تحسي بس ان قوام البيض خف شويه، لان طبعا بيكون في عرق اللزوجه بتاع البياض، فالافضل ان انت تعملي كده، بيعمل معاكي فوم كويس وفي نفس الوقت بيكون قوامها خفيف. تمام كده بالشكل ده، تخلطي السكر والفانيليا وثلاث حبات البيض، كوبايه الا ربع سكر مع ثلاث حبات بيض ومعلقه فانيليا صغيره. تمام كده بالشكل ده، بعد كده نعمل مع بعض زبادي، نص كوبايه معاها نص كوبايه زبادي، ودي حاجه طبعا دكتوره جديده بالنسبه لهم شويه، ان هم ممكن يعملوها مع السامولينا الزبادي، احنا دايما متعودين بيها مع البسبوسه وكمان البيض، فبتبقى في اختلاف شويه، فبتديكي قوام خفيف اخف من قوام البسبوسه، في نفس الوقت بتبقى كيكه هشه جدا مع الزبادي. تمام، برده تخلطيها شويه كده، وبعد كده نضيف مع بعض نص كوبايه برده من الزيت بالشكل ده. كل عمليه بتعمليها يا جماعه وبتضيفي اي ماده حاولي تخلطيها شويه عشان تمتزج المكونات كلها مع بعض زي ما احنا شايفين كده، لحد ما يختفي الزيت بالشكل ده، ولو ملاحظين لونها كل شويه عمال يفتح معاكي اللون الابيض. تمام، هيبقى عندنا معلقتين من الكاكاو، معلقتين من البيكنج باودر، وكوبايه واحده من السامولينا. قبل ما تتم عمليه السامولينا انت تعمليها، ناس كتير سالت على عمليه الطحينه مع السمنه اللي هو دهان الصينيه نفسها، فالناس بتقول لا ده شيف انا مثلا ما عنديش طحينه ممكن اعمل ايه؟ احنا عملناها قبل كده في حاجات كتيره جدا، حتى مع البسبوسه يا جماعه بتنفع، ان انت بتدهني الصينيه كده من السمنه كده بالشكل ده، او زبده او زيت، تدهنيها بالشكل ده كده، تدهنيها كويس جدا حتى الاجناب بتاعتها بالشكل ده، في نفس الوقت حتى لو انت بتعمليها من الاجناب هتطلع معاكي فيها النقشات البيضة بتاعت السامولينا، فبتديكي شكل جمالي في الاجناب نفسها بتاعت الكيكه. تمام كده بالشكل ده، دهنتيها كويس جدا من السمنه، بعد كده نعمل مع بعض من كوبايه السامولينا نفسها بس مقدار معلقه صغيره، يعني تضيفي كده زي معلقه، وبعد كده تبتدي تعمليها كده بالشكل ده كده، زي ما شايفين كده يا جماعه تبقى بالشكل ده كده. تمام، يعني انت لو ما عندك طحينه في البيت ممكن تعمليها سمنه ومعلقه سامولينا واحده، برده بتديكي عازل ان هي ما تلزقش منك الكيكه او البسبوسه معاكي. العمليه دي مع الكيكه يا جماعه ومع البسبوسه الاثنين صح. تمام كده عملنا مع بعض الارضيه خلاص عشان تطلع معاكي الكيكه هشه وفي نفس الوقت ما لازقه منك. هنضيف مع بعض كوبايه من السامولينا كده، وهنضيف معاها معلقتين كاكاو، ونضيف معلقتين من البيكنج باودر،
كده بالشكل ده. دي كل مكونات الكيكه مع السامولينا، انا ما ضفناش اي نوع من انواع الدقيق دلوقتي. كده بالشكل ده نقلبها كويس جدا، بقت لونها لون الشوكولاته كده خلاص، حتى قوامها خفيف يا شيخ. قوامها طبعا بيكون خفيف، عشان كده دايما الدكتوره بنكون مجهزين الصينيه بتاعتنا، لان ماده الجيلاتين الموجوده في السامولينا بتتمسك معاكي بسرعه، فاحنا شايفين قوامها كده خفيف دلوقتي بالشكل ده، فبنبتدي نستغل الموضوع دوت عشان تطلع معاكي الكيكه متساويه وشكلها ناعم. نبتدي نغرف مع بعض كده الكيكه زي ما احنا شايفين اهو، تنزلي كده. هي طبعا عشان سايله بتتساوى مع بعض بسرعه، ما بتحتاج منك زي البسبوسه ان انت تخبطيها كم مره عشان تطلع معاكي متساويه مع بعض، تمام؟ فانت مجرد ما انت عملتيها كده بس خلاص كده بقت متساويه خلاص بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض، بقت كيكه الصميد بالشوكولاته. عشان تطلع معاكي جميله برضو هنعمل شويه صوص شوكولاته صغيرين مع الكريمه او الحليب، وتضيفي شويه شوكولاته مبشوره او تقطعيها قطع وتخليها على النار معاها معلقه زبده او معلقه زيت عشان تديك اللمعه بتاعتها، او ممكن تتقلي شويه الكريمه وتبقى معاكي جناش شوكولاته عشان تتقل معاكي على النار. طبعا هي بتكون سايله شويه لكن بتسيبيها تبرد بتطلع معاكي قوام الشوكولاته اللي ممكن تعمليها الجناش اللي بتحشي بيه التورتات او الجاتوهات او الكب كيك او الحاجات دي كلها. تمام، هندخلها مع بعض الفرن على درجه حراره 180 درجه. بتاخد مننا كم من الزمن؟ بتاخد دكتوره حوالي 35 دقيقه من ال 40 دقيقه. تمام، لان طبعا قوامها بيكون خفيف جدا. تمام، وبنحتاج طبعا ان هي تبرد شويه عشان نقدر نحط لها صوص الشوكولاته اللي احنا متعودين عليه دايما عشان يدينا قوام وشكل حلو جدا مع التزيين. طيب، ده طبعا كله هنشوفه مع بعض خلال الحلقه ان شاء الله في التزيين كمان، وهنشرح تاني عمليه الجناش يا دكتور. تمام. طيب يا شيف، حتى بالنسبه يعني الكيكه بتاعتنا زي ما ورانا شيف، اهم حاجه انه فيها المكونات بسيطه جدا وطريقه سهله، ممكن الاطفال انهم يساعدوا انهم ياخذوا معنا. واهم حاجه بما ان في فصل الشتاء بنحب دائما انه ندي اطفالنا كل ما تكون الوجبه بتاعتهم اذا كان مع الحليب او مع شاي، ثم كانت الوجبه قيمتها الغذائيه اكثر، السعرات الحراريه موجوده فيها اكثر، بيساعدهم انهم هم يركزوا لنا من الصباح احسن من انهم هم ما ياخذوا لنا حاجه من الصباح. لا بس ما تكون بس كوبايه بتاع الشاي او كوبايه بتاع الحليب، لا لازم يكون معاها سواء كانه كان وجبه بتاعت فطور، سواء انه كانت كيكه، سواء انه كان بسكويت، دي من الحاجات البسيطه جدا احنا ممكن ناخذها الامهات تعملها من غير ما انها تاخذ منها زمن. الحقيقه التالي بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الكربوهيدرات، وبتحتوي برضه نسبه من البروتين ونسبه من الدهون، مفيده جدا للسمولينا المكونه فيها، مكونه من الزبادي، الزبادي هو مفيد لنا لصحه اللي معاه وبيساعد على عمليه الخبز. كل الحاجات الموجوده في الكيكه بسيطه جدا، ممكن احنا بعد ذاك نشكل نساعد فيها اذا كانت شوكولاته نزيد، لانه زي ما عارفين الشوكولاته بتساعد لنا على التركيز، حتى الناس اللي بيعانوا من الارق بتقلل النسبه بتاعه الارق. كل حاجات احنا ممكن نستخدمها ونساعد بها الاطفال في مرحله النمو وفي مرحله الدراسه. نفس الوقت يا دكتوره بنقدم لهم برضو حاجه بيحبوها بتشجعوا اكتر. طبعا كل لون الشوكولاته نفسه يا جماعه لون بيهدي الاعصاب شويه، دايما حتى الدكتوره بتتكلم كله شوكولاته كتير، شوكولاتة. بتدي احياء طبعا بالارخاء اكتر، صراحة فبنحاول دايما نعمل لكم حاجات اصناف فيها مكون من الكاكاو، وممكن التزيين بقى تبدعي فيه زي ما انت عاوزه، تبشري شوكولاته، تعملي جناش، تعملي اي شكل انت عاوزاه. وهنبتدي دلوقتي نزين مع بعض ونشوف اصناف اليوم، لكن هنستاذن مع بعض نطلع مع بعض فاصل ونرجع مع بعض مره ثانيه، انتظروا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين، جينا لاخر فقره من البرنامج تزيين الاطباق اللي معانا الليله، ونشوف شيف محمد. اتفضل يا شيف. طب دكتوره دي رول البطاطس اهو، هنبتدي بيه الاول. طبعا كل ما بياخد منك تبريد اكتر يا جماعه بيبقى في التقطيع معاكي سهل. ده واحد من الفلفل الالوان اللي احنا عملناه، والتشكيله الثانيه عملناها بطاطس ساده وحشينا من جوه البقدونس. نشوف مع بعض كده، ممكن لما تيجي تقطعيها تقطعيها باي شكل بقى، سواء دائري او بزاويه كده مع بعض. ممكن تعملي دي كده مثلا بالشكل ده، اضغط عليها كويس جدا عشان الهوت دوج يطلع معاكي مظبوط، وتشيليها كده بالراحه تطلع معاكي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده يا دكتور. تمام كده بالشكل ده بيكون شكلها يا جماعه. ونقطع مع بعض واحده ثانيه كده بالشكل ده، وتضغطي عليها عشان تطلع معاكي رول الهوت دوج زي ما احنا شايفين كده مع بعض، تبقى بالشكل ده كده معاكي زي ما احنا شايفين كده، فيها حشوه الفلفل الالوان والهوت دوج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نفتحها كده مع بعض ونخليها كده عشان تشوفوا مع بعض الشكل من الداخل مع تقطيع الجبنه، وطبعا الطعم بتاعها كمان طعم مميز جدا طبعا يا دكتور. تمام، نبتدي نزينها كده تزيين خفيف
بالشكل ده. ممكن تعملها بقدونس مفروم، ممكن تعملها بقدونس سليم زي كده، تحطي معاها مثلا خس، تعملي معاها فلفل الوان زي ما انت عاوز. تمام، اديها مثلا تشكيله من الفلفل كده حواليها، ممكن تحطي معاها هريسه بتاعت شطه، تعملي معاها دهان زبادي خفيف كده وتديها شويه بابريكا، بتديها برده اللون الاحمر زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. اعمل لها ورد الطماطم كده خفيفة. بتقبل معاكي اي تزيين، لان طبعا اللون الابيض بيقبل معاكي اي نوع من الالوان اللي انت بتبتدي تعمليها بيها. تمام، ممكن نعمل معاها هريسة بتاعت شطة كده خفيفة تديها شوية كده، او ممكن زبادي، الناس اللي بتحبها سبايسي تعملها طبعا بالهريسة دي، زي ما احنا شرحنا قبل كده بنعمل الهريسة ازاي وبنطبخها ازاي على النار. ونبتدي نعمل مع بعض لو حبيتي زبادي، كريمه، جبنه كريمي تدهنيها بيها، بتديكي شكل جميل جدا. طيب. بالشكل ده. نحط لها مثلا عود. كده بالشكل ده. بقدونس او كزبره، بتديكي برضو شكل جمالي ممتاز جدا. كده خلصنا مع بعض رول البطاطس. طبعا كل ما بيقعد معاك يا جماعه في الثلاجه بيكون شكله احسن وبيكون اقوى من كده، انت تقدري تعمليه شرايح كتيره طبعا مع بعض. تمام، طيب هنقدم مع بعض كمان الرز. الرز زي ما اتفقنا ممكن نقدمه مع الصينيه دي يا جماعه، ممكن مع مكرونه تعمليها برده بالكاري، تعملي طبق رز زي كده بالكاري برده شكله جميل. ونبتدي نضيف عليه برده شويه فلفل الوان او جزر او بهارات خضراء طبعا متقطعه عليها بالشكل ده كده. تديها شويه بقدونس او كزبره خضراء حواليها بالشكل ده، بديها نكهه جميله جدا بالذات مع الكزبره الخضراء والرز بالكاري كده بالشكل ده. وكده انتهينا مع بعض برده من طبق الرز اللي ممكن نقدمه، ونطلع مع بعض كمان صينيه البطاطس دلوقتي من الفرن. نطلع مع بعض الصينيه يا دكتوره، واخر حاجه نزين مع بعض الكيكه، كيكه الشوكولاته. صراحه يعني حتى صينيه البطاطس من الحاجات اللي هي ما بتاخد معنا زمن كثير، كده بنكون استفدنا اكثر من المواد الغذائيه الموجوده فيها، واهم حاجه زي ما قلت لكم الخضار كله ما استخدمناه بالقشره بتاعته، كل ما استخدمناه بالطريقه بتاعت الفرن بنكون استفدنا اكثر من القيم الغذائيه الموجوده، وحنكون اخذنا برضه حتى المويه الموجوده، لان في الخضروات احنا اخذناها في الطبق بتاعنا، اذا كان البصل الحاجه المطلوبه انه يتاخذ لنا شرايح كبيره عشان يكون المواد الموجوده فيه بتزيد لنا الجهاز المناعي بتاعنا، تحديدا في الفصل الشتاء احنا محتاجين لفيتامين سي بصوره كبيره جدا، وتقوي لنا الجهاز المناعي انه نعمل كل الوجبات بتاعتنا بطريقه الفرن عشان نكون استفدنا استفاده كامله. طب يا دكتوره هنزين مع بعض اخر حاجه بقى كيكه الشوكولاته، زي ما احنا شايفين كده وشايفين برضو الاجناب من السامولينا بيكون شكلها عامل ازاي، فبتبقى حاجه بالنسبه لهم زي الشوكولاته اللي سايحه في الكيكه نفسها. تمام تمام، استاذنك في الثانيه كده. ديت بس شكل الكيكه وهي من غير ما تعمل عليها اي شغل، يعني ممكن كمان تسيحي معاها شوكولاته او تعملي جناش الشوكولاته اللي احنا قلنا عليه بالشكل ده كده. صراحة شايف هي حتى يعني طعمها هي الشوكولاته ومزينه بالشوكولاته بتكون مفيده لنا جدا، زي ما قلت لكم في فصل الشتاء احنا محتاجين لحاجات تزيد لنا تركيز وتقلل لنا من كميه التوتر والارهاق احنا بنحس به، بس ناخذ حياتي فيها كاكاو، اذا كان الحليب الكاكاو، حتى اذا كان انواع الشوكولاته الكيك مع الشوكولاته كده دكتوره بالشكل ده. تمام، تبقى شكلها جميل. ده جناش الشوكولاته يا جماعه اللي شرحنا عليه، نعمل كريمه مع زبده ونضيفه على النار والشوكولاته على حسب طبعا الكميه. تمام، كمان عندنا عيد ميلاد ممكن نكتب لهم النهارده هابي بيرثداي كده بالشكل ده. نقول ممكن نقول لكل مواليد شهر 11 20 ممكن نقول لهم هابي بيرثداي. حبينا برضو نهديهم النهارده كيكه بالشكل ده، هابي بيرثداي كده. تمام، تبقى شكلها طبعا خطير طبعا يا دكتوره مع الكريمه وصوص الشوكولاته اللي سايح، نكتب عليها هاجر مثلا مثلا مثلا، هي طبعا اللي اهدت الاهداء طبعا يا دكتوره. تمام.
نقول لها طبعا يا دكتوره كل سنه وهي طيبه وكل اعزائنا المشاهدين وكل شهر 11 بالكامل يا جماعه اديناكم كيكه السميد بالشوكولاته بالشكل الجميل اللي احنا شفناه دوت. كيكه ما بتحتاج منك تزيين كتير. بتحتاج منك بس شغل خفيف زي كده. هنبقى هابي بيرثداي نعمل مع بعض قطع بسيطه. تعمليها كيكه بسيطه جدا للاطفال برده في المدرسه. ممكن تعمليها برده بنفس المعايير في الكب كيك بتبقى برده معاهم كيكه ظريفه جدا خفيفه. تمام كده انتهينا مع بعض كمان من كيكه الشوكولاته او كيكه السميد بالشوكولاته بالشكل ده. ونتمنى ان شاء الله تكون اطباق خفيفه صحيه بالنسبه لكم فيها مجهود بسيط واصناف مختلفه من الكاكاو من السامولينا مختلفا طبعا عن الدقيق تماما ما نستعملهوش في الكيك خالص. وهنعمل كمان كيكه البطاطس او رول البطاطس البارد. وكمان عندنا كمان صينيه البطاطس ونقدم معاها الرز بالكاري او طبق مكرونه ظريف كده برده ممكن تعمليه مع صوص برده خفيف مع صوص الكاري نفسه عشان تديكي نكهه خاصه مع نكهه الاعشاب اللي احنا عاملينها دي. راح اشوف كل اطباق جميله متنوعه بحاجات بسيطه جدا واهم حاجه القيمه الغذائيه الموجوده فيها عاليه جدا. اذا كان البطاطس برده في قيمته الغذائيه احنا استفدنا من كل القيمه الموجوده فيه واهم حاجه ما دخلناه في زيت والحرق ولا فيه كميه عاليه بتاع الدهون. اذا كان الصينيه بتاعتنا بتاعت البطاطس برده في قيمتها الغذائيه وبالفوائد الموجوده فيها احنا دخلناها في الطبق واستفدنا منها من غير زياده اي كميه بتاعت مويه زياده. الكيكه بتاعت الشوكولاته دايما نركز فيها الشوكولاته في فصل الصيف لاولادنا في مرحله النمو والناس اللي بيكونوا مركزين في المذاكره بنقول لهم برضو ركزوا على الشوكولاته في فصل الشتاء. جد اطباق جميله يا شيف تسلم ايدك ودايما بنقول لكم في نهايه كل حلقه في امان الله.